ألف مليون مبروك للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره العظيمة. قلنا لكم قبل الماتش الكاس حمراء، التاسعة أهلوية، وقلنا لكم تفائلوا بالخير تجدوه. الحمد لله رب العالمين، البطولة التاسعة أهلوية. كابتن علاء ميوب، ألف 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 مليون مبروك. الله يبارك فيك يا أيمن، الحمد لله وأخيرا التاسعة جت. الحمد لله رب بعد طول انتظار. دي ولاده متعسره. عشان بس لا عشان نخلص لا عشان نخلص من اخر بطوله. الحمد لله خلصنا كده احنا عدينا. عمال ادعي يا ولاد. لا الحمد لله طبعا كده. فعلا الفرحه جميله. الحمد لله كل سنه بقى لنا ثلاث نهائيات بنوصل. ثلاث نهائيات 17 و18 والسنه دي. بص يا يوسف، هو دي ميزه الابطال، توصل وممكن تخسر بس بتوصل بتوصل بتوصل. الحمد لله ربنا اراد النهارده. الحمد لله ربنا اراد النهارده ان احنا نكسب التاسع. الحمد لله، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، ومبروك لمجلس ادارته، ومبروك لكل واحد ينتمي لهذا النادي العظيم. الحمد لله. يوم تاريخي في تاريخ النادي الاهلي طبعا. ان شاء الله كمان لسه كمان بطولات جايه كتير قوي. الف الف مبروك لمجلس الاداره كلهم، رسوم طبعا كابتن محمود الخطيب، مبروك للموسيماني اللي دخل النادي الاهلي وجماهيره من اوسع ابوابه. صحيح. دخل بالبطوله التاسعه اللي كل جماهير النادي الاهلي بتتمناها. صحيح. فجت على ايد موسيماني. مبروك طبعا، مبروك للعيبه ورجاله، وحته حلوه قوي ان هم عايزين يكسبوا البطوله. ايمن، حتى لو الاداء مش مقنع، مش الاداء خالص دلوقتي، هم عايزين البطوله. مظبوط. حته ان هم عايزين البطوله دي ربنا الحمد لله اداها لهم، واداها لهم في وقت قاتل. الحمد لله رب العالمين. مبروك، ويوم جميل من اوله زي ما انت كده تفائلت من الاول. الحمد لله ربنا كرمنا البطوله. الحمد لله ربنا. كابتن اسامه، الف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا ايمن، ومبروك لكل جماهير النادي الاهلي. بطوله منتظرينها بقى لنا فتره طويله. صحيح احنا متعودين على البطولات، ولكن البطوله دي بالذات كانت الفتره الاخيره متعسره شويه. الحمد لله. مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي طبعا بقياده كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره. مبروك لمستر موسيماني، مبروك للجهاز الفني كله، كابتن سلام حفيظ والاداريين وكل العاملين في النادي الاهلي وهم مع الغرف الملابس، كل من ينتمي للنادي الاهلي مبروك. الف الف مبروك. بطوله كانت صعبه ومستنيينها بقى لنا فتره. الحمد لله قدرنا نتوج بها بعد جهد طويل. السنه دي سنه طويله جدا، كانت كبيسه، كورونا وقبليها توقفات كتيره، المنتخب وغيره وغيره، فكانت سنه عصيبه، لكن انتهت نهايه حلوه جدا. الحمد لله رب. ببطوله كبيره قوي عزيزه علينا كلنا. مبروك للنادي الاهلي تاني وجماهيره. ألف مليون مبروك كابتن محمد. الله يبارك فيك. مبروك لكل جمهور الأهلي. يوم فعلا لما قلنا من بداية الاستوديو، قلنا إن شاء الله هنفرح النهاردة وليلة هتبقى سعيدة على جماهير الأهلي. أنا ببارك طبعا لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وكل مجلس إدارته، ببارك طبعا للجهاز الفني بقيادة موسيماني وكل الجهاز الإداري والطبي. حاجة جميلة جدا 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 ان النهارده تحس في روح، في ثقه مكسب. الشوط الثاني بالظبط، الشوط الثاني حاجه ولا اروع. عايز اقول كمان ان احنا توقعنا من الشكل في الشوط الثاني والتغييرات اللي عملها موسيماني ان هيقدر يعود للمباراه، وهيقدر يبقى يعني عايز اقول يخطف المباراه زي ما قال الكابتن علاء. احنا مالناش دعوه بالاداء، لكن الشوط الثاني فعلا الحمد لله، يعني الحمد لله حاجه جميله جدا. واللعيبه كانت رجاله في الملعب. اداء وروح هايله جدا. تعاملنا مع نقاط القوه في نادي الزمالك بشكل كويس جدا. عايز اقول كمان مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي وبقياده طبعا الكابتن محمود الخطيب، لانه تحمل في الفترات الاخيره كلنا يعني على علم وكلنا في الوسط وموجودين، تحمل ما لا يحتمله اي. صحيح. انسان واي مجلس اداره. حاجات انا مش عايز اتكلم عليها، لكن كلنا عارفينها، تحملها ورد الرد الطبيعي للنادي الاهلي. ده الرد الطبيعي للنادي الاهلي هو الفوز بالبطولات. صح. دائما ويكون رده بطريقه اللي احنا شفناها النهارده اللي هي الفوز بالبطولات. كابتن عادل، الف مليون مبروك. الف مبروك كابتن، ومبروك للنادي الاهلي وجمهوره ومجلس ادارته والقناه وكل واحد بينتمي للنادي الاهلي. النهارده فرحه، يعني فرحه كبيره، والحمد لله احنا كلنا كنا متفائلين قبل ما نبدا اليوم انك تتفائل ببطوله كبيره مع خصم كبير زي الزمالك وتاخد البطوله. دي حاجه لينا احنا
مش هنقول المعتاده، ولكن حاجه احنا متربيين عليها، ان احنا طول الوقت متفائلين ان احنا اصحاب البطوله، واحنا اللي نكسب، واحنا اللي نبقى المتقدمين دايما. مبروك للنادي الاهلي، مبروك. انا شايف دي بدايه عهد جديد، بدايه عهد جديد لبطولات تانية مش دلوقتي بس. انا شايف ان البطوله دي كانت من اصعب البطولات في تاريخ النادي الاهلي. البطوله دي اصعب بطوله من التسع بطولات اللي النادي الاهلي اخذهم. صحيح. بطوله فيها ضغوط كتيره جدا، ضغوط اعلاميه بعيد عن الفنيات خالص، بعيدا طلع الفنيات بره القصه كلها، كانت ضغوط اعلاميه، ضغوط في كذا اتجاه، ضغوط على المجلس، ضغوط على اللعيبه، ضغوط على كل حاجه. مظبوط. كل واحد بينتمي للنادي الاهلي كان على فكره كان مضغوط، الجمهور كان مضغوط. صحيح. الجمهور برده كان مستني ردود افعال مش احسن حاجه لو لا قدر الله البطوله ما كانتش موجوده. مزبوط. فالبطوله دي مش بطوله فنيه، البطوله دي بطوله معنويه. صحيح. لكل واحد بينتمي للنادي الاهلي. صحيح. اللي موجود هنا في القناه، الناس اللي بيشتغلوا في القناه كلهم من اكبر واحد لاصغر واحد، يعني الناس كلها فرحانه. واكيد الخير بيجي على الناس كلها، الخير بيجي من اول رئيس النادي لغايه اصغر واحد واصغر عامل في القناه. مزبوط. حقيقي صح. انا اول مره بقى اشعر بفرح البطوله في اجواء غير اجواء النادي. ايوه مظبوط. فدي حاجه يعني حاجه حلوه طبعا. حاجه ربنا يعني بنشكر ربنا عليها، ومبروك لكل الناس اللي هنا موجودين في القناه، حاجه مشرفه الحمد لله ربنا. ومبسوط ان بدايه القناه جديده كمان، فيها دوري وفيها دوري ابطال افريقيا، وعقبال اللي جاي ان شاء الله مزيد من البطولات ان شاء الله يا رب ان شاء الله. بس بقى في حاجتين لازم اقولهم. قول. عشان مش قادر اسكت بجد يعني. ده قول. اول حاجه طبعا يعني في شخص ما يعني في قناه قال كلمه انا سمعتها وضايقت جدا بس ساكت، يعني لحد الحمد لله لما ربنا كرمنا كده فبرد عليه بقول له، قال لك انا فرحتي لما النادي الاهلي بيخسر اكتر فرحتي من فريقي بيكسب. انت متخيل وصل لحد فين الغل؟ ايه ده؟ والله. فانا بقولها له بقى دلوقتي، ركز مع فرقتك وافرح فرقتك، مالكش دعوه بالنادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير قوي قوي قوي، احنا فرحانين لنادينا. وكل من ينتمي للنادي الاهلي ده وفرحان للنادي الاهلي بس. أيوه. بغض النظر عن اي نادي تاني. ايوه فعلا. ركز مع ناديك بس وحب ناديك، مالكش دعوه بالانديه التانيه. النادي الاهلي كبير قوي 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 فوق ما تتخيل طبعا، ومفيش حد هيوصل لمكانه النادي الاهلي مهما عمل طبعا. وكلمه قالها كابتن خطيب في افتتاح القناه، قال لك اشتغل على نفسك وما تبصش لغيرك. فانا بقولها له اكيد هو كلام هيوصل. اشتغل على نفسك واشتغل وحب ناديك وكبر في ناديك، مالكش دعوه بالنادي التاني خالص. النادي الاهلي ده في حته بعيد خالص عن حتى اللي ممكن توصل بنظرك ليها. أيوه. الف مبروك للنادي الاهلي مره ثانيه، والنادي الاهلي كبير وهيفضل كبير، مع الاعتذار لكل الاحترام لكل الانديه، النادي الاهلي في مكانه ثانيه خالص يا جماعه. الحمد لله رب العالمين. زي مالك